نشوف أهم الأخبار على السوشيال ميديا. نبدأ أخبارنا بمحمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الوطني، واللي نشر صورة على تويتر من أحد التدريبات وكان واضح عليه السعادة والتفاؤل. كمان نشر محمد النني لاعب أرسنال والمنتخب صورة على انستجرام من معسكر المنتخب مع عدد من اللاعبين. ونشر محمد عواد حارس مرمى الوحدة السعودي صورة على انستجرام مع كابتن أحمد ناجي مدرب الحراس وحراس مرمى المنتخب محمد الشناوي وجنش وابو جبل من تمرين امبارح، واضح عليهم جدا الامطار الغزيره، وكتب عواد انا بحب اللون الاسود ماشي. اما وائل رياض شيتوس نجم الاهلي السابق ومدرب المنتخب الاولمبي فنشر صوره على انستغرام مع رمضان صبحي من معسكر المنتخب الاولمبي، وكتب ابو التفانين حتوده نتمنى ان هو يرجع رمضان صبحي ابو التفانين تاني يعني. اما المدرب محسن صالح فعلق على اعتزال وليد سليمان اللاعب الدولي وكتب على تويتر احيي وليد سليمان على قرار الاعتزال الدولي، فلقد تاخر ضمه كثيرا رغم انه افضل من يلعب تحت راس الحربه مع صلاح في طريقه 4-3-2-1. وعالميا احتفلت الصفحه الرسميه لنادي يوفنتوس الايطالي على تويتر بعيد ميلاد نجم الفريق باولو ديبالا ال 25، ونشرت الصوره او نشرت الصفحه صوره لديبالا وكتبت عيد ميلاد سعيد ديبالا الذي يبلغ عامه ال 25 اليوم. ونشر النجم الفرنسي انطوان جريزمان فيديو على انستغرام مع عثمان ديمبلي من معسكر منتخب فرنسا وكتب فرحه التواجد مع منتخب فرنسا. تعالوا نشوف الفيديو. Parce que la saison 3 de The Last Kingdom arrive. Hein? Avec Coutret de November. Ça, c'est une bonne musique. Hein? Ça. Déjà. حقهم الناس بصراحة أبطال العالم يعني طبيعي يعملوا اللي هم عايزينه. كمان نشر فرنسي كيليان امبابي لاعب باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي صورة على انستغرام من جائزة أفضل لاعب في الدوري الفرنسي لعام 2018. واحتفل الأسباني سيرجيو راموس لاعب ريال مدريد بعيد ميلاد ابنه ونشر صورة لهم سوا على انستغرام وكتب لقد وصلت لعالمنا قبل 3 سنوات لتضيء حياتنا، أبيك يجب أن يذهب إلى كرواتيا اليوم لكنك تعلم أني أحبك، عيد ميلاد سعيد يا ماركيتو. ونشرت صفحة بريمير ليج وورد على تويتر فيديو لفيرجيل فان دايك لاعب ليفربول من أحد تدريبات المنتخب الهولندي، تعالوا نشوف الفيديو. مميز جدا فان دايك بصراحه، اعتقد ان هو فارق قوي مع ليفربول في الدوري الانجليزي. طيب اما شاكيري طبعا نجم ليفربول ايضا احد اللاعبين المتواجدين في الفريق حرص على تهنئه نادي بازل السويسري اللي كان بيلعب فيه طبعا فتره من الفترات بذكرى انشائه، ونشر صوره لي اثناء فتره لعبه لنادي بازل وكتب عيد ميلاد سعيد بازل 125 سنه. ونشر ديفيد ألابا لاعب بايرن ميونخ صوره له مع خاميس رودريجيز على تويتر وكتب حزين جدا لسماع نبأ اصابتك في الركبه، اتمنى لك الشفاء العاجل خاميس رودريجيز. كمان نشرت صفحه نادي ريال مدريد على انستغرام فيديو من احد تدريبات الفريق واللي احرز فيه مارسيلو هدف رائع، تعالوا نشوف الهدف اللي جابه مارسيلو. اعتقد افضل باك ليفت في العالم يعني مارسيلو لاعب كبير ومهاراته عاليه جدا. نكمل اخبارنا على السوشيال ميديا ونشر النجم الانجليزي واين روني طبعا احد النجوم الكبار في الكره الانجليزيه صوره على تويتر قبل مباراه انجلترا وامريكا الوديه النهارده وكتب اتطلع الى ارتداء قميص منتخب انجلترا الليله لاخر مره، تابعوا حسابي على تويتر حتى بعد اللعبه حتى تتمكن من متابعه ما يجرى والمعلومات عن مؤسسه واين روني الخيريه وكيفيه التبرع، شكرا لدعمكم. ونشر التشيلي أرتولو فيدال صورة على تويتر وكتب كان لدينا زيارة جميلة اليوم لقد ملأ أطفال مؤسسة تيلتون تشيلي الخيرية حياتنا، شكرا لكم، المنتخب هو بيتكم. وأخيرا نشرت صفحة في الجول على تويتر فيديو النجم رونالدو أثناء حضوره أحد مباريات التنس وكتبت رونالدو يلتقط أحد الكرات أثناء تواجده لمشاهدة مباراة نوفاك جوكوفيتش وجون إسنر في البطولة الختامية للتنس، تعالوا نشوف رونالدو. For Djokovic, who was good that day on the return of serve. He was seeing it early and took Isner's serve apart. For Djokovic, who was good that day on the return of serve. He was seeing.